يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن عمرها فوق 80 سنة، وعندها خوف شديد من الأمراض، وأصابتها أورام في بطنها واجتاحت، واحتاجت إلى الاستئصال بعمليات وعلاج كيميائي. يقول إن أولادها لا يخبرونها ويتخذون عنها قرارات الأطباء ويتصرفون في هذه الأمور لمصلحتها، فهل يجوز لهم هذا؟ نعم، لا يخبرونها بذلك لأن هذا يسبب لها خوفا وانهيارا، بل يوسعون لها الأمر، يقول إن شاء الله طيب والعلاج إن شاء الله مفيد وما أشبه ذلك، يوسعون لها الأمر في هذا. نعم، انت الله تعالى أعلم، وصلى الله